اتحاد الكرة، وده طبقا لما هو منصوص عليه طبعا في لوائح الفيفا. نروح لفاروق لو جاهز معانا. فاروق مساء الخير. برحب بك زميلي العزيز احمد سمير، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يمكن الخبر الاول اللي يهم جمهور نادي الاهلي ان هم يطمنوا اكتر على حاله كابتن محمد الشناوي، طبعا واحد من اهم اللعيبه في منتخب مصر ومع النادي الاهلي. ويمكن الحقيقه يعني الاخبار اللي جات لنا انه الاصابه هتطول فتره علاجها، مده علاجها، لكن ما عندناش تفاصيل قوي عن حجم الاصابه او طبيعه الاصابه. بالتاكيد الجهاز الفني وكابتن خالد بيبي والجهاز الطبي ايضا تواصل مع اللاعب ومع الجهاز الطبي لمنتخب مصر، فعايز اعرف توضح للناس اكتر لو عندك تفاصيل اكتر يا فاروق. يعني جميل احمد، في البدايه طبعا بنتمنى كل السلامه لمحمد الشناوي، واحد من اهم اللعيبه في المنتخب المصري وفريق النادي الاهلي. يعني اقول لك حاله حزن كبيره سواء على اللاعبين سواء على الجهاز الفني على كل افراد المنظومه. طبعا مع يعني اصابه محمد الشناوي قيمه كبيره في المنتخب المصري وقيمه كبيره في فريق النادي الاهلي. يعني بالامس كان على مدار اليوم تواصل مستمر ما بين الدكتور احمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي للنادي الاهلي مع الدكتور محمد ابو العلا، كابتن خالد ديبو، ايضا كان في وجود الكابتن محمود الخطيب بيتابعوا كل التفاصيل الاجراءات اللي هتتم. النادي الاهلي يعني اكيد مش هيتاخر ولا اي شيء في ان هو يطمن على محمد الشناوي ويكون افضل الامور الطبيه تتم مع محمد الشناوي. منتخب المصري طبعا التواصل مع الدكتور احمد جاب الله، هيكون في فحص طبعا وسفر لاجراء الامور الطبيه والعمليه الجراحيه هتكون في المانيا. دي الامور اللي يعني بيتم الاستقرار عليها يعني خلال الفتره الحاليه او الكام ساعه اللي جايين. في بعض مثلا لو في بعض الامور هيتم طبعا الاعلان عليها من خلال النادي الاهلي، لكن اخر الامور اللي هو التواصل ما بين الدكتور احمد جاب الله والكابتن من طبعا الجهاز بالكامل من خلال الدكتور احمد جاب الله مع الدكتور محمد ابو العيله، تواصل كمان مع محمد الشناوي، كابتن خالد بيبو، ميشيل يانكون، مارسيل كولر، كلهم اتصلوا واطمنوا على محمد الشناوي. لكن ان شاء الله يعني نتمنى كل السلامه لمحمد الشناوي، واحد طبعا زي ما قلنا احمد من اهم اللعيبه، نتمنى له سريعا ان شاء الله يعني من ممكن احمد بالفعل زي ما انت قلت برضه ان مده الاصابه تطول، لكن ان شاء الله يعني محمد الشناوي يرجع افضل وافضل من الاول باذن الله. ده اللي نتمناه. يعني هرجع تاني لملف الشناوي واقول لكم اللي عندي من الاخبار، لكن في النهايه يهمني كمان اطمن على ماتش امبارح. النتيجه طبعا مش في الحسابات، لكن ازاي ظهر الشباب مع الفريق الاول في مشاركته في مباراه امبارح؟ راي مارسيل كولر في الاوراق اللي ظهرت، حد منهم قدم اوراق اعتماده، ردود الافعال على المباراه بشكل عام يا فاروق؟ يعني في البدايه زميلي احمد، احنا بالمباريات الوديه وانت عارف بيهمك فيها ما بتبصش لنتيجه المباراه سواء هزيمه سواء فوز، بيبقى عندك اهداف ثانيه. اول الاهداف هي ان انت بتطلع بدون اصابات ودي من النقاط المهمه. ثاني امر طبعا الاطمئنان على بعض اللعيبه والعناصر اللي موجوده معاك في المعسكر خاصه العائدين من الاصابه. اكيد يا احمد لو تتذكر ان اول مره اتكلمنا فيها واحنا بنتكلم على جوال المعسكر قلت لك ان كريستو شايفه بيظهر بشكل مختلف. روح ثانيه، دوافع ثانيه، شايفه في التدريبات يعني من افضل اللاعبين في التدريبات. الامر ده كلنا ترجمناه وشفناه مع كريستو في المباراه بالامس والهدف الجميل يعني لكل الجهاز الفني باللاعبين اشادوا بهدف كريستو. ايضا الانسجام اللي بقى عليه وسام ابو علي، ودي من النقاط اللي اتكلمنا فيها التوقيت في انضمام وسام ابو علي مع وجود معسكر اعداد لفريق النادي الاهلي، ادى فتره كافيه لوسام ابو علي انه يظهر مع النادي الاهلي ويبدا يدخل في الاجواء مع اللاعبين. العناصر الشابه اللي موجوده مجموعه من اللعيبه المميزه، مستر كولر اشاد ببعض اللاعبين في لعبه ظهرت يعني في على مستوى اللقاء سواء اسلام عبد الله الظهير الايسر، سواء احمد عبدين قلب الدفاع، سواء اللاعب معتز محمد، احمد طعيمه، مصطفى ابو الخير، كفه عبد الرحمن عبد الجواد، كفه اللاعبين اللي اداها الفرصه مستر كولر اشاد يعني ببعض اللاعبين في لعيبه خلاص يعني تقدر تقول خلاص يعني مستر كولر خلاص موضوعين تحت عين مستر كولر يكونوا موجودين مع الفريق خلال حتى بعد العوده من المعسكر يكونوا موجودين لفترات بقى طويله مع الفريق النادي الاهلي. عندك المباراه الثانيه هتكون يوم الجمعه ان شاء الله امام فريق حتى السوري.
طب هتبقى يعني بروفا قويه وختام قوي لمعسكر النادي الاهلي. مستر كولر يعني انت عارف ان مستر كولر حتى لو مغلوب في مباراه وديه بيبقى عليه بعض الزعل، ولكن يعني الايجابيات اللي شافها من المباراه، العناصر اللي هو يعني اكيد مبسوط جدا بالحاله اللي ظهر عليها وسام واللي ظهر عليها كريستو، عناصر الفريق حسين الشحات محمد مجدي قفشه، هتخلي مستر كولر عنده اسلحه كتير ان شاء الله خلال الفتره القادمه في كل المباريات. جميل يا احمد، طبعا مباراه حتى تكون خليني اكد ان الفريق هيبدا النهارده، طبعا كنا الفريق حصل على جوله راحه من التدريبات ومنح مستر كولر اللاعبين جوله حره النهارده، الفريق هيستلم تدريباته غدا ان شاء الله في تمام الساعه 3:30 بتوقيت الامارات، 1:30 بتوقيت القاهره. طبعا المباراه تكون مقرر ليها ان شاء الله في الخامسه بتوقيت الامارات امام فريق حتى على ملعب نادي حتى، هتكون في تمام الساعه 5 بتوقيت الامارات، 3 بتوقيت القاهره. اجواء اللعيبه خلاص يعني اللعيبه يعني تقدر تقول المباراه صداها كويس عند اللعيبه عند الجمهور، في جماهير يعني مبسوطه جدا بالمستوى اللي ظهر عليه وسام ابو علي من اول، انت عارف يا احمد لعيب بالكوره بيمنل لمتته. ايوه. قال له صفقه هيكون صفقه قويه جدا للنادي، لان مش هنتسرع في الحكم، لكن اللعيب بيبان مجهوده تحركاته في الملعب هيكون اضافه قويه جدا للنادي الاهلي. نتمنى كده، نتمنى ان شاء الله. عوده كريستو بالفعل يا زميلي احمد هتبقى برضه اضافه قويه مع وجود صحيح محمد طاهر مع كل اللاعبين باذن الله. وده ليه يهمنا من المعسكر، لو سالت اي اهلاوي حتى يعني مش متخصص يا فاروق، فكره المعسكر في التوقيت ده انك تدخل لعيبه كانت جديده زي وسام ابو علي، او ترجع لعيبه تستعيد فورمتها مره ثانيه زي محمد ضوي كريستو، زي اكرم توفيق، زي عمرو السوليه، او تحافظ على لعيبه وصلت لفورم عاليه زي حسين الشحات مع حمد مجدي قفشه، كل دي بالتاكيد ايجابيات. ولو طلعنا كمان باسم او اثنين من لعيبه الشباب بعتقد ده يكون مكسب كبير جدا للنادي الاهلي. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا فاروق صلاح، دي كانت اخبار النادي الاهلي. بالتاكيد معسكر يعني بصرف النظر ما اعتقدش انه حد بص نتائج دلوقتي، كله طبعا العين والتركيز رايح مع منتخب مصر، لكن ان شاء الله باذن الله. والله انا نفسي قصه